مدير مكتب الحدث. زياد أهلا بك. إذن تعديلات وتغييرات داخل الحكومة الإسرائيلية، تفاصيل إضافية وما لديك الآن؟ هذا صحيح، كما كان متوقعا ربما، رغم أن الأمر يبقى دراماتيكيا في خضم حربين على غزة وعلى لبنان وفي انتظار ضربة ربما من إيران، اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يقيل وزير الدفاع يؤاف جالانت. قبل بعض الوقت أعلن نتنياهو رسميا هذه الإقالة، قال إن هناك كان دائما خلافات وصوارق بيني وبين جالانت طوال الفترة في إدارة المعركة، وقرر أيضا أن يعين بدلا عن جالانت وزير الخارجية الحالي إسرائيل كاتس، وهو أيضا ليست لديه تجربة أمنية تذكر، أقصد كاتس، خلافا لجالانت الذي كان لواء في الجيش الإسرائيلي. هذا السلوك من نتنياهو أثار عاصفة بمعنى الكلمة داخل الحالة السياسية الإسرائيلية. هناك هجوم كبير جدا من المعارضة. قبل قليل الجنرال جانتس وزير الدفاع السابق قال في تغريدة إن نتنياهو مرة أخرى يختار السياسة الداخلية الصغيرة على حساب أمن إسرائيل. هذا الأمر قد يكون دراماتيكيا لأن جالانت عمليا هناك ثقة به في الجيش الإسرائيلي، وهو في الأساس حلقة الوصل الأساسية ربما شبه الوحيدة القائمة حاليا بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل. الولايات المتحدة تتعامل في الأساس مع وزير الأمن الإسرائيلي جالانت أكثر من أي طرف آخر في هذه الحكومة. الآن هذا الطرف يغيب في هذا الأمر عشية إعلان ربما نتائج الانتخابات الأمريكية، ولهذا قد يكون الأمر دراماتيكيا عمليا. نعم زياد، تذكرنا معك قبل شهر كنا نتابع أيضا معلومات مشابهة، ولكن حينها قيل بأنه سيقيل، أي أقصد هنا نتنياهو وزير الدفاع يؤاف جالانت ويعين في مقابله جدعون سعر هو وزير الدفاع. المسألة مختلفة هذه المرة، جدعون سعر هو وزير الخارجية وليس وزير الدفاع كما كان متوقعا. هل الآن المؤشرات الأولية تتحدث عن تغييرات في الأرض تزامن هذا التغيير في تشكيلة الحكومة؟ ليس بالضرورة، ولكن هذا الأمر يوحي باعتقادي بأن نتنياهو وصل إلى نوع من الاستنتاج بأن الحرب توشك على الانتهاء، وإلا لما كان أقدم على هزة كهذه في رأس الهرم العسكري والأمني الإسرائيلي. قال وزير دفاع في الحرب هذا أمر تقريبا غير مسبوق، لا أذكر أن ذلك حدث في تاريخ إسرائيل الحديث، وبالتالي هذا الأمر قد يوحي بأن نتنياهو ربما بدأ يدرك بأن هذه الحرب قد تنتهي قريبا. نعم سريعا الآن، على ما يبدو إبعاد جالانت جاء لوحده، لم تكن هناك تغييرات كبيرة دراماتيكية في الحكومة ما عدا جالانت لوحده. لنتذكر أيضا من كان يطالب بإقالة جالانت، من كان لديه خلافات ما عدا إيتمار بن غفير الخلاف المعروف؟ لا، جوقة نواب الليكود كما يمكن أن نسميها، الليكود الذي يدعم نتنياهو بقوة، كانوا دائما النواب في الليكود يدعون نتنياهو إلى التخلص من جالانت لأنه عمليا يعارض الكثير من سياسات نتنياهو. جالانت عمليا كان يحاول أن يضع نفسه في مركز الخارطة السياسية في إسرائيل وكصمام أمان لمنع نتنياهو من مواصلة استغلال الحرب لمصالحه الشخصية عمليا بما في ذلك صفقة الأسرى. هذا ربما كان سر الخلاف الحقيقي بين الرجلين. وبطبيعة الحال من ذكرتهم بدون أدنى شك بن غفير وسموتريتش منذ فترة طويلة يطالبان بإقالة جالانت. نعم، حينها أيضا زيادة تذكر معك بأن النقل في الإعلام الإسرائيلي عن مسؤولين أمريكيين بأن حتى بلينكن وحتى سوليفان كان وصفا إقالة جالانت بأنه ضرب من الجنون. لا نعلم الآن ربما المواقف الأمريكية، ولكن يؤخذ بها سريعا؟ سيؤخذ بها. الولايات المتحدة، بدون الولايات المتحدة إسرائيل لا يوجد لها ذخيرة شهر واحد للاستمرار، وبالتالي عليها أن تأخذ بما يقوله الأمريكيون في نهاية المطاف. لكن بدون أدنى شك الآن ربما استغل نتنياهو الفترة الانتقالية في البيت الأبيض والانشغال بقضية الانتخابات ليفعل هذا الأمر. وأي ولايات متحدة أمريكية، إدارة بايدن التي ستبقى إلى غاية 20 يناير، أو ربما الإدارة الجديدة؟ شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل، كنت معنا من القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي.